حملة تمشيطية واسعة من أجل ضبط أصحاب السيارات الذين يستعملون غاز البوتان عوض المحروقات. كشفت يومية الأخبار في عددها اليوم أمس 15 نوفمبر 2022 أن مصالح الدرك الملكي ببعض أقاليم المملكة شنت حملة تمشيطية واسعة من أجل توقيف السيارات التي تستعمل قنينات غاز البوتان عوضا عن المحروقات، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار التي تشهده هذه الأخيرة. وفق لذات المصدر، فإن هناك بعض السائقين الذين يقومون بتغيير الخصائص التقنية للسيارات من أجل استبدال مادتي البنزين أو الغاز بقنينات غاز البوتان نظرا للكلفة المنخفضة لهذه الأخيرة مقارنة بالمحروقات. هذا وقد أسفرت العملية التمشيطية التي قضتها عناصر الدرك في هذا الصدد عن حجز عشرات السيارات وتحديدا بإقليم الناظور وبعض المناطق المجاورة له مع توقف سائقيها.